بما اننا موجودين هنا في الدار الحقيقه، وقلنا لحضراتكم ان احنا جايين نحتفل بعيد الام وجايين نقول لامهاتنا هنا كل سنه وهم طيبين، والحقيقه ان كل واحد لو حاول كده في اليوم ده ينزل ويفرح امهات هيحس بسعاده غير طبيعيه وهيفرحهم قوي كمان. عشان كده دلوقتي خلينا نبدا كده لقائنا. معانا ماما عواطف، فخليني اصبح عليها واقولها صباح الفل ونكلمها شويه كده ونشوف هي بتعمل ايه في عيد الام. صباح الفل. صباح الفول. عامله ايه يا ماما عوض؟ الحمد لله. اخبارك ايه النهارده؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. قولي لي يا ماما عواطف، بقالك قد ايه هنا في الدار؟ بقالي حوالك حوالي 10 15 سنه. طيب مبسوطه هنا في الدار؟ الناس هنا بتعمل لك الحاجات اللي انت عايزاها؟ يعني نسبيا. في حاجات طبعا بتبقى مستحيله، وفي حاجات تبقى ميسره يعني. فعلى قد ما بيقدروا بيعملوها. طب قولي لي مثلا امكانياتهم حسب الامكانيات كمان. بس طيب هنا مثلا في عيد الام بيحتفلوا بيكوا ازاي كل سنه؟ انا عارفه فتره الكورونا مختلفه. اذا كانت بتبقى هايله هايله هايله، بيجيبوا لنا فرق موسيقيه وفرق حاجه، يعني بتبقى حاجه هايله هايله قوي 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 قوي، يعني بنتندم على ده. الحاجات دي كلها بتستنوا اليوم ده يعني؟ نستنى، كنا بنستنى اليوم ده طبعا كلنا. وهو كل ده اتقطع طبعا. ايه بقى اللي حصل في الكورونا؟ ايه اللي حصل في الكورونا معاكوا هنا؟ يعني ده ما اقدرش اقول لك بقى، يعني يعني ما اقدرش اقول لك دي بطريقه رهيبه يعني. يعني بقوا مدققين في كل حاجه، في كل حاجه، واهم حاجه انك انت مانعين اهلك، ده اهم حاجه انه مانعين اهلك يزوروكي. خايفين عليكم. لو انت خرجتي تزوري، تيجي الواحده دي تقعد 4 5 ايام في اوضتها، ما تخرجش ما تخرجش خالص الا ما تخلى الا ما يطمنوا انها كويسه. ليه تبقى اهو كده اهو كده. طيب يعني هم حضرتك قلتي قبل ما نبدا اللقاء ان ابن حضرتك بيجي على طول وبيزورك، بس هم مانعينه يطلع علشان الكورونا. مانعينه يطلع. يعني عايز انا عايزه حاجات، عايزه حاجات، هو بيصرف عليا لان انا كنت موظفه كبيره في الدوله يعني، وهو ماسك فلوسي كلها يعني. تقريبا هو اللي بيصرف، فاللي بعوزه بيجيبه. فده غصب عني اقول لهم مش ممكن ان هو استغنى عنه، لا فلوس ولا شرح حاجات. مين هيجيبها لي لو هو ما يجيش؟ مين هيجيبها لي؟ ده حقيقي. فيعني كانت الحكايه دي بقى مضايقاني قوي 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 قوي. طب بقالك قد ايه ما شفتيهوش؟ 3 اشهر اهو. عشان الكورونا؟ ده تالت شهر، ده تالت شهر، ده يعني صعب جدا يعني. كل ما يجي يفوت شهر نقول شهر خلاص خلص، يقولوا لا هيتجدد تاني. كل ما شهر يخلص يقولوا لا هيتجدد تاني. فيعني يعني المسألة صعبة جدا يعني. عشان خايفين عليكم يا ماما عواطف، الدنيا صعبة قوي. احنا واحنا داخلين قعدوا يعقمونا. هو بيجي نفسه بنفس معقم ولابس كمامة وكل حاجة يعني، بالشروط اللي هو كل عايزينها، حتى من على الباب ما تكلموش. صعب، صعب قوي، صعب قوي قوي قوي. بس ان شاء الله النهارده عيد الام يجي لك. ما افتكرش. لا ان شاء الله هيجي والله باذن الله. ما افتكرش. لا ان شاء الله والله هيصرحوا له. يوم عيد الام هيبقى فيه استثناء لازم، زي ما احنا جينا نحتفل بيكوا كده اكيد هو هيجي يحتفل. على الله، على الله، ان شاء الله باذن الله والله ان شاء الله. طيب قولي لي بقى بتعملي ايه في اليوم العادي في الدار؟ ولا حاجة، ما في يعني، ما تقدريش تقولي حاجة معينة يعني. نخرج نجتمع مع بعضينا كده، هو يعني مسامرة بس، لا ما فيش حاجة غير. وبعد كده وقت الغدا بنخش الغدا، كل واحدة في اوضتها وبس عادي. وبالليل برضو كل واحدة في اوضتها يعني، مفيش حاجة غير كده. يعني طب قولي لي يعني مثلا بيخرجوك وبيفسحوك وبتعملوا ايه؟ لا 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 لا، ده عشان الكورونا برضه. اللي عايز يروح رحلات على حسابه. على حسابه يعني، اللي عايز كان زود الاول قبل الرؤية قبل الكورونا.
يعني هذه راحوا فينا في مجموعة راحت رحلات بره يعني وسواحل وكده يعني، فيعني راحوا. كل سنة وانتي طيبة. وانت طيبة حبيبتي.